فرحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كان أحد السلف يقول ويدعو الله عز وجل عندما تذكر ذنوبه ومعاصيه بين يدي الله عز وجل، كان يدعو الله عز وجل ويقول: يا من رحمتك وسعت كل شيء، عبدك شيء من الأشياء فاغفر لي وتجاوز عن سيئة. يا من رحمتك وسعت كل شيء، عبدك شيء من الأشياء فاغفر لي وارحمني. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.